بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. يا رب نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء الأربعاء، هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بفضيلته، ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ، حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير الآيات المباركات في سورة المؤمنون من بدايتها، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات الكريمات من أول سورة قد أفلح المؤمنون آيات عظيمة، فيها صفات المؤمنين وفيها أعمال الإيمان، ففيها دليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن هذه أعمال قد ذكرها الله في بيان المؤمنين وحقيقتهم. قد أفلح المؤمنون، أفلح يعني فاز، فالفلاح هو الفوز والربح. قد أفلح المؤمنون، والمؤمنون من الإيمان الذين اتصفوا بالإيمان، والإيمان مرتبة من مراتب الدين: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، كما في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الإسلام أولا، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان. قد أفلح المؤمنون الذين اتصفوا بالإيمان قولا وعملا واعتقادا. ثم بين من هم، فقال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهذا فيه تعظيم قدر الصلاة، وفيه بيان أن الخشوع هو زينة الصلاة وهو روحها. كل صلاة ليس فيها خشوع فهي كبدن بلا روح. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، واللغو كل باطل من قول أو فعل، فمن القول ما يكون من السباب والشتم
والكلام والغيبة والنميمة وكل كلام محرم فهو لغو، والغناء الأغاني كلها من اللغو ومن اللهو أو من الأفعال. اللغو من الأفعال كالأعمال الباطلة والمعاصي وغير ذلك من كل فعل محرم فهو لغو. الذين هم عن اللغو معرضون. ثم قال والذين هم للزكاة فاعلون، والزكاة هنا معناها طهارة النفس وطهارة القلب، فمن معاني الزكاة الطهارة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهم يزكون أنفسهم بالأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة تزكي النفوس وتطهرها وتنميها على الخير. والذين هم للزكاة فاعلون. ثم قال والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون عن الحرام وعن الزنا وعن اللواط وعن الاستمتاع المحرم، يحفظونها، وذلك بلزوم الستر للرجال والنساء، فلا تكشف العورات، كشف العورات فاحشة، كما قال جل وعلا عن المشركين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وكانوا يطوفون بالبيت عراتا، فسمى كشف العورات فاحشة، والفاحشة هي المعصية المتناهية في القبح. الذين هم لفروجهم حافظون، فيتجنبون الأسباب التي توقع في الفواحش والفساد الخلقي، تجنبونها من باب سد الوسائل المفضية إلى الحرام. فالمرأة تحتجب، تتستر عن الرجال، تجتنب المخالطة لهم في المجالس، في المكاتب، في اللقاءات، تكون مع النساء، تحتجب عن الرجال، هذا مما يسبب حفظ الفروج. كذلك تتجنب السفر بدون محرم، لأن هذا يعرضها للوقوع برضاها أو بغير رضاها، الوقوع في الفاحشة وانتهاك الفروج. وكذلك تحريم الخلوة مع الرجل الذي ليس من محارمها، ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، كل هذه تسبب حفظ الفروج. فالله جل وعلا حرم هذه الأشياء حفظا للفروج، لأن انتهاكها يسبب الوقوع في الفروج. يغضون أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن النظر المحرم يوقع في ضياع الفروج وضياع الأخلاق والوقوع في الفاحشة، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. هذا من باب حفظ الفروج، تجنب الوسائل المفضية إلى ضياع الفروج. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لا يحل للرجل أن يستمتع بامرأة إلا إذا كانت زوجة له بعقد النكاح أو بملك اليمين يتسرى بها إذا كان يملكها، وما عدا ذلك فهو حرام، ما عدا الزوجة وملك اليمين من النساء فهو محرم على الرجال، والمرأة محرم عليها غير زوجها، فيحفظون فروجها.
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الله أباح لهم ذلك، وهذا فيه مصالح. الذي يصرف شهوته يصرفها في الحلال له أجر، له أجر وله صدقة عند الله، وفي بضع أحدكم له صدقة، فإذا صرفها في الحلال كتب الله له الأجر والثواب. وهذا مما يجنب الإنسان للفواحش والتطلع إلى النساء التي لا يحل له أن يتطلع إليهن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فهذا المصرف شرعي، لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين عند الله سبحانه وعند خلقه. هذا أمر حلال، وهذا أمر وسبيل طيب، وأيضا فيه سبب لإنجاب الذرية الصالحة. ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك، يعني استمتع بغير زوجته أو بغير ملك يمينه، فأولئك هم العادون، المعتدون من الحلال إلى الحرام، المعتدون المتجاوزون لحدود الله سبحانه وتعالى. تلك حدود الله فلا تعتدوها. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والأمانات جمع أمانة، وهو ما يؤتمن الإنسان عليه من مال أو سر أو عمل وظيفي أو ولاية يولاها، فهو من الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي تولوا الأعمال من يقوم بها على الوجه الصحيح. هذه الآية في الولايات، يأمر الله ولاة الأمور أن يسندوا الأمور إلى أهل الأمانات الذين يقومون بها، لأماناتهم وعهدهم. إذا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، سواء عاهد ولي الأمر أو عاهد أحدا من الكفار أو عاهد من المسلمين. إذا عاهد يجب عليه الوفاء بالعهد، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. شوف، بدأ هذه الصفات بالصلاة وختمها بالصلاة، مما يدل على أهمية الصلاة، وأنها مفتاح لكل خير، كما قال جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ومعنى يحافظون يعني يؤدونها في أوقاتها مع الجماعة ولا يضيعونها، فيكون من الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. يحافظون على وقتها، يحافظون على حدودها وعلى أركانها وواجباتها وشروطها حتى يؤدوها على الوجه الذي شرعه الله. هذه المحافظة على الصلوات. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات العظيمة هم الوارثون. الوارثون للجنة، هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. والفردوس هو أعلى الجنة ووسط الجنة، وسقفه عرش الرحمن. وفي الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وسقفه أو فوقه عرش الرحمن
سبحانه وتعالى. فهذا جزاء الذين يتصفون بهذه الصفات العظيمة ويحققون إيمانهم بها أنهم يكونون في أعالي الجنة وفي الدرجات العلى. نسأل الله عز وجل يوفقنا آمين وسوى إخواننا المسلمين للتخلق بهذه الأخلاق آمين والمحافظة عليها لنكون آمين من أهلها ومن الوارثين آمين. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. نبدأ برسائل الإخوة والأخوات الذين أرسلوا قبل بداية البرنامج. هذا المشاهد أبو عبد الملك الجميعة يا شيخ يقول: نحن نحبكم في الله وندعو لكم الشيخ صالح في ظهر الغيب، ولي مجموعة من الأسئلة. يقول الشيخ صالح بأنه أتى بعمرة له ورغب بعمرة ثانية لوالده، فما مدى صحة الإحرام للعمرة الثانية من الجعرانة والتنعيم؟ وهل المقصود من ذلك هو الخروج من حد الحرم فقط أو هي سنة؟ وأيهما أفضل يا شيخ، أن أخرج إلى الميقات أم إلى التنعيم؟ نعم، العمرة لا يحرم بها من مكة، من نوى العمرة وهو في مكة فلا يحرم بها من مكة، وإنما يخرج إلى حدود الحرم، إما إلى التنعيم وهو أدنى الحل، وإما إلى الجعرانة، وإما إلى الشميسي يعني اللي هو موضع الحديبية. حدود الحرم عليها علامات، عليها علامات موضحة حدود الحرم، فيخرج خارج الحرم ويحرم، وهذا واجب، هذا واجب من واجبات العمرة، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج وواجبات العمرة. والعمرة يحرم بها من الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن يخرج بها أخوها إلى التنعيم لما أرادت العمرة، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، فأحرمت بالعمرة وأدت العمرة. نعم. لو خرج إلى السيل فضيلة الشيخ؟ إذا خرج إلى السيل فلا مانع، لكن لا يتكلف وعنده التيسير وعنده التنعيم وحدود الحرم. نعم. معنا المتصل عبد الكريم، تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عندي سؤال للشيخ واحد فقط. أرفع صوتك شوية عبد الكريم. سؤالي: طال عمرك الوالدة الله يحفظها طال عمرها نذرت أن بعد التخرج من الجامعة أن تذبح لي، والآن لي تقريبا 3 سنوات وهي الآن تبي توفي بعهدها بنذرها. السؤال: هل وش الأفضل، هل تتصدق فيها ولا تعزم عليها الأقارب، وهل على تأخيرها شيء؟ على حسب نيتها، إن كان نوتها للفقراء والمساكين يجب عليها أن تخرجها للفقراء والمساكين كاملة ولا تأكل منها شيئا، أما إن كانت ما نوت أنها للفقراء والمساكين ولا نوتها لأحد فلا بأس أن تأكل منها وأن تطعم من حولها، تتصدق على الفقراء منها. نعم. طيب، بقي شيء عبد الكريم؟ طيب الشيخ، هل الاستئذان من الوالدين الأحياء واجب في أداء العمرة أو الحج عنهما؟ المقصود عمرة وحج. النيابة في العمرة والحج إنما تكون عن العاجز عن أدائهما عجزا مستمرا، كالمريض المزمن الذي لا يرجى له شفاء، والكبير الهرم الذي لا يستطيع السفر، يناب عنه أو يوكل من يحج عنه حجة الإسلام وعمرة الإسلام، هذا الذي يكون في حق الحي. وأما الميت فإنه يحج عنه ويعتمر إن كان فريضة عن فريضة، وإن كان نافلة فهو نافلة عنه، لأنه لا يستطيع أن يعتمر وأن يحج، فيحج عنه ويعتمر زيادة في أجره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول في سؤال له: هل يجوز لرجل موكل على شراء إبل أو غيرها من قبل تاجر
أن يشترط على البائع مبلغا معينا فوق المبلغ المحدود من قبل الوكيل وهو المشتري بدون علمه، علما أنه يأخذ سعيا مقابل أتعابه؟ لا يجوز له إلا السمسرة، إلا السعي اللي يسمى السعي، هذا الذي يجوز له وهو الذي جرى به العرف. وإذا شرط هذا والتزم الطرف الثاني بذلك المسلمون على شروطهم، لكن لا يأخذ شيء إلا السعي وهو السمسرة، ولا يأخذ إلا إذا استأذن من صاحب الحق أو شرطه عليه. نعم، جزاكم الله خيرا. يا شيخ، هل يجوز لمن وضع حكما في مسابقة أن يضع سلعة له فيها ويشترط لمن أراد الفوز بها شراء هذه السلعة منه؟ المسابقات، أخذ المال على المسابقات لا يجوز، لأنه من الميسر ومن القمار، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا سبق، يعني لا جائزة، لا سبق إلا في ثلاث: في نصل أو خف أو حافر. النصل هو الرماية، يجوز أخذ السبق على الرماية والجائزة على الرماية، أو خف وهو البعير، المسابقة على الإبل، أو حافر يعني الخيل، لأن هذه الأشياء من أدوات الجهاد ومن التدرب على الجهاد، يجوز أخذ الجائزة للسابق فيها. وقد ألحق ابن القيم غير من العلماء بهذه الثلاث كل ما كان في معناها من حفظ القرآن، أخذ الجائزة على حفظ القرآن أو حفظ سورة منه أو على مسائل الفقه ومسائل العلم، يقول لأن هذا من الجهاد في سبيل الله، طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، وما عدا ذلك لا تؤخذ الجوائز. نعم، نذكر الإخوة والأخوات بتلفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة زميلنا المخرج معجب الدوسري على الشاشة لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ صالح. الشيخ صالح، أيضا من الأسئلة التي وردتنا، يقول هذا السائل: عبد الله، هل يجوز لشخص أن يبخس سلعة آخر ويشوه هذه البضاعة ويشوه السمعة لأنه مجرد رفضه أن يبيعه تلك السلعة قام بتشويه البضاعة وهذه الماشية؟ لا يجوز الاعتداء على حقوق الناس وإيذاء الناس، ولا يجوز إفساد أموالهم أو تشويها أو إحداث العيوب فيها، هذا حرام وتعد عليهم وفيه إثم عظيم وفيه ظلم للناس، فالناس أحرار في أموالهم في حدود الشرع، فإذا أنه منعك من بيعها أو من له الحق في ذلك فلا تنتقم منه في سبب ذلك، هذا حق له. نعم، هناك الحقيقة سؤال آخر وهو طويل شيخ، نختصره. يسأل فيه السائل ويقول: حديث يزيد الرقاش عن أنس الذي يشير فيه الشيخ صالح إلى أن جبريل أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه الرسول أن يصف جهنم وأخبره فيما معناه بأنه أوقد عليها 1000 سنة، ثم أشار إلى صفات جهنم، وفي معرض ما قال: لو أن خرم إبرة فتح منها لاحترق أهل الأرض. والله ما أعرف هذا أنا ولا أدري عنه. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، لو تطهر إنسان ثم لبس الخف ثم أراد أن يجدد الوضوء، فهل تبدأ المدة بعد هذا المسح أو لا تبتدي إلا بعد المسح عن الحدث؟ المدة تبدأ من حدث بعد لبس، ولا تبدأ من المسح لتجديد الوضوء، هذا سنة ليس واجبا، إنما تبدأ من الحدث بعد اللبس.
هذا بداية المدة. نعم. محمد من تبوك معنا على الخط، تفضل أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تكرم الخير. عندي سؤال طال عمرك. الله بالخير. تفضل. نعم. عندي سؤال طال عمرك، أنا حجيت مقرن. ويوم حجيت طال عمرك مقرن اطفقت مع السعي. هذا أول القدوم. ويوم طال عمرك اطفقت هذا على فاضة ما سعي. اطفقت بس بدون سعي. إيه ما دام إنك قارن بين الحج والعمرة وطفت وسعيت بعد طواف القدوم يكفي. الحمد لله. يكفي السعي الذي بعد طواف القدوم، القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخ، هل يجوز أن نسأل الله عز وجل الصبر على أقداره عن معاصيه؟ نعم، هذا طيب. الدعاء بأن يعطي أن يمنحك الله الصبر، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول: يضطر الشخص إلى الذهاب إلى المعالجين بالقرآن، وقد ذهب أخي وتبين بأن ذلك الرجل دجال ولم يكن لديه علم، ماذا يفعل للتكفير عن عمله وذهابه إلى تلك الدجالين؟ أخطأ في هذا، ولا يسأل ولا يذهب إلى واحد مجهول، يسأل الناس أهل العلم، يسأل الذين عندهم معرفة بدين الرقاة واعتقاد الرقاة وعلمهم بالرقية، يسأل ولا يذهب إلى كل من يقال أنه راقي وأنه يرقي، وأن لئلا يقع في مثل ما ذكره السائل. نعم. هذا السائل عبد العزيز يقول بأنه أدى العمرة في الأسبوع الماضي ولكنه لم يطف طواف الوداع، هل للعمرة طواف وداع؟ ليس لها طواف وداع، لأن الذين يعتمرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمرهم بطواف الوداع للعمرة، إنما كان يأمرهم بطواف الوداع للحج، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد فيكون بآخر عهده بالبيت، هذا للحجاج. ولم يرد أنه أمر المعتمرين بالعمرة بطواف الوداع لها. نعم. نأخذ عبد الله من عفيف، تفضل أخي عبد الله. عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. تفضل. نعم. لا يا شيخ، أنا أخذت قرض قبل فترة سيارة من الراجحي. عبد الله قصر. نعم. على صوت التلفزيون لأن في تردد. قصر على صوت التلفزيون واسمعنا من الهاتف. تفضل تفضل عبد الله. أخذت قرض من الراجحي سيارة. نعم. بعد سنة أخذت قرض أسهم. طيب. وهالحين طالب قرض إضافي برضه أسهم، ما أدري وش صحتها، زينة ولا ما زينة. وفي بنك ثاني غير الراجحي يقول بعطيك خشب والمبلغ أكثر، بس كلها ما استلمها، السيارة استلمتها الباقي ما استلمت. طيب شكرا يا أخي. هذا ما هو قرض، هذا بيع، هذه مسألة التورق، مسألة التورق، وهو أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها على غير الداين، على غير صاحبها، وتنتفع بثمنها ثم تسدد بعد ذلك للداين دينه. فيشترط فيها أولا أن يكون الداين مالكا للسلعة قبل البيع، ثانيا أن تقبضها، لا تبيعها قبل أن تقبضها، ثالثا أن تبيعها على غير من استدنتها منه، تقيد بهذه الأمور. نعم. أبو مطلق من الدمام، تفضل يا أبو مطلق. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، بغيت أسألك طال عمرك عن الوالدة، حلفت على أنها ما تساعدني في ذبح الأضحية فلخة
وقامت بمساعدتها لي، فما الواجب علي؟ كفارة يمين، يجب عليك كفارة يمين، عتق رقبة أو صيام أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإذا لم تجد تصوم 3 أيام كفارة اليمين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يقول: عند نزول الأمطار ما الهدي النبوي في ذلك؟ مأجورين. أن يخرج إلى أول المطر، يكشف شيئا من جسمه يصيبه المطر، لأنه ماء مبارك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو فيقول: اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم زد وبارك، ونحو من هذا. نعم. محمد من الرياض، تفضل يا أخي محمد. محمد تفضل معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال يا شيخ، السؤال نعم. المسح على الخفين على 20 سنة يا عندي فتوى. عفوا يا محمد، قصر على التلفزيون شوي لان في تردد، قصر على التلفزيون. طيب تفضل تفضل. طيب الفتوى نقول الشيخ الله يجزاه خير، اول مسحه نعم على الخفين، يقول اول مسحه الخفين مدتها 24 ساعة، والشيخ يقول من اول لقب الوضوء، ابغى توضيح في ذلك. طيب شكرا. يا أخي المسح إذا لبست الخفين بعد كمال الطهارة ما يبدأ المسح إلا إذا انتقض الوضوء، فإذا انتقض الوضوء ثم فإن المدة تبدأ إلى 24 ساعة من وقت انتقاض الوضوء، 24 ساعة بداية من انتقاض أو من وقت انتقاض الوضوء، فإذا مضت انتهى وقت المسح تخلعهما. نعم. أحسن الله إليكم. السائل أبو عبد الكريم يقول: اشرحوا لي الآية الكريمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الآية واضحة: من يتق الله بفعل أوامره وترك نواهيه خوفا منه ورجاء يجعل له مخرجا من كل ضيق ومن كل شدة، فالتقوى سبب لتفريج الكروبات وحل الشدائد وجلب الرزق، سبب لانشراح الصدر، تق الله يجعل له مخرجا، سبب للرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يتوقع حصول الرزق من هذا، يفتح الله عليه الرزق ويرزقه، ومن يتوكل على الله يفوض أموره إلى الله ويعتمد على الله فهو حسبه، يعني كافيه. هذه آية عظيمة. نعم. يونس من أبها معنا على الخط، تفضل أخي يونس. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. عندي سؤال. تفضل. هل يجوز العمرة مرتين في اليوم؟ طيب يجوز، لكن ما هو أحسن؟ الأحسن يكون بينهما وقت بحيث يكون في الشعر في يكون الرأس قد أنبت شعرا لأجل أن تحلقه مرة ثانية، أو تقصر إذا كان طويلا، أما في يوم واحد ما يكون هناك شعر في الرأس، لكن نقول أنه جائز، لكن ما هو أحسن. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: بما ينال المسلم الدرجات العلى أو العليا في الجنة؟ بالأعمال الصالحة، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، أدل على أن هذه الدرجات بحسب أعمالهم. نعم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة ومع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، حيث يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم.
يقول الأخ أختكم أم لينا يا شيخ بأنها حجت العام الماضي وأثناء طواف الوداع انتقض وضوءها فأكملت الطواف، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أنه بطل طوافها بانتقاض الوضوء ولا صح لها وداع، فعليها فدية، عليها أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء أو توكل من يذبحها نيابة عنها. نعم. معنا أبو ياسر من جدة، تفضل أخي أبو ياسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ عبد الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسعد مساك يا شيخنا الفاضل. تفضل. جزاك الله بالخير. أنا معرفات الحقيقة كان في صدى في الصوت، فسؤالي كالآتي، هو من شقين. الشق الأول باختصار، أنا عندي بنت الله قدر عليها بحادث سير وأصبحت مقعدة ومشلولة وإقعاد تام. الحقيقة هي ظلمت من قبل الأطباء وظلمت من قبل القضاء وظلمت من الكثير. الحقيقة هناك في أوراق يعني توضح كل شيء، ولكن أنا سؤالي كالآتي، هناك من يقسم بالله العلي العظيم أثناء تخرجه سواء طبيب أو ضابط أو قاضي بأنه يكون عند هذا القسم وافيا له. فهنا السؤال، عندما تجد أحدهم أقسم بالله العلي العظيم وهو يعرف معنى هذا القسم ولكن لم يعمل به ويعلم أن هذه الفتاة ظلمت من قبله، هذا كطبيب. هناك كمان كقاضي. السؤال كمان الشقة الثانية، هل يجوز لنا أنا ووالدتها وهي وأخوانها أن ندعو على من ظلمها في الثلث الأخير من الليل عندما نقوم بالصلاة؟ طيب. أو إذا طلعنا إلى أداء صلاة الفجر في مكة المكرمة أو أداء العمرة؟ طيب. وعلمي وسلامتكم وصلى الله لنا ولكم العفو والعافية والسلامة. يا أخي أنت ذكرت أنها ظلمت من قبل القضاء، إذا كان قضيتها ارتفعت إلى المحكمة فلا دخل لنا فيها، تراجع القاضي. إذا كان عندك اعتراض على الحكم فإنك تقدم اعتراضك وينظر فيه إن شاء الله. وأما أن تدعي أنها مظلومة الله أعلم، تدعي أن الطبيب ظلمها وأن فلان ظلمها الله أعلم، ما ندري عن هذا. نعم. أشكركم. عبد الله من الطائف معنا على الخط، تفضل أخي عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير الشيخ. مساك الله بالخير. حياك الله. ممكن أسأل سؤال للشيخ لو سمحت؟ تفضل. أنا مقيم أصلا في الطائف وكنت في مكة وأرغبت في العمرة، هل أخرج خروج خارج حدود الحرم أو أتجه إلى الميقات وأحرم من هناك وأرجع؟ هل يجوز أني أحرم من مثلا من نفس مكة أو من بعد خروج الحرم؟ طيب. شكرا. يا أخي لا تحرم من مكة بالعمرة، أخرج إلى حدود الحرم، إلى حدود الحرم، إلى التنعيم، إلى الجعرانة، إلى حدود الحرم من أي جهة وهي عليها علامات واضحة، تحرم من خارجها وتأتي بالعمرة ولا تذهب إلى الميقات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الأخ خليفة، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يردد دعاء معينا في يوم الجمعة؟ لا أعلم شيئا من ذلك. نعم. يقول، ما هي الأعمال التي تجعل المسلم من عباد الله الصالحين والمقربين له؟ أداء الفرائض والنوافل. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني معناه أن الله يكون معه يسدده في أعضائه وفي تصرفاته إذا أدى الفرائض وأكثر من النوافل احتسابا لوجه الله عز وجل. نعم. تقول الأخت مريان بأن عندها أطفال
خمس سنوات وأربع بعد قضاء حاجاتهم يا شيخ أو حوائجهم، هل يبطل الوضوء إذا كنت قد توضأت للصلاة؟ إذا مست فرج الطفل مباشرة من غير حائل ينتقض وضوءها، إذا مست فرجه بدون حائل ينتقض وضوءها، أما إذا كان في حائل على يدها وغسلت فرجه من وراء حائل فهذا لا ينقض وضوءها. نعم. هذا السائل الشيخ صالح يقول لي صديق نصحته كثيرا حيث يملك مقهى كوفي شوب ويقدم فيه الشيشة، فما حكم المال الذي يدخل في هذا المقهى مأجورين؟ هذا مختلط من الحلال والحرام، لأن الشيشة والدخان والقات والمعسل كما يسمونه كل هذه لا تجوز، هذه محرمة لأنها من المفترات ومن المضرات أيضا بالصحة والبدن، فلا يجوز عملها في المكان ولا يجوز أخذ الأجرة عليها لأنها حرام، فلا تأذن بعملها في محلك، امنعها واقتصر على ما أحل الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ أبو عادل يستفسر من فضيلتكم واستشيركم في الاستثمار في البورصة وكيف يتم الزكاة في هذه المؤسسة. البيع والشراء في السلع المباحة لا بأس به، وكذلك الصرافة في الذهب والفضة والنقود الصرافة، لكن إذا اتحد الجنس لابد من التساوي ولابد من التقابض في المجلس، وإذا اختلف الجنس يجوز التفاضل ولكن لا يجوز التأجيل، لابد من التقابض في المجلس، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا كانت هذه المواقع التي يذكرها تتمشى على الشرع فيما أحل الله تترك ما حرم الله فلا بأس بها. نعم. هذا السائل الذي أرسل بهذا السؤال مختصر يا شيخ يقول بأنه سمع أن شخصا مريض في القرية التي يسكن فيها، وعندما ازداد به المرض ذهبوا به إلى الطبيب للعلاج، ولكن الطبيب قال لأصحاب المريض بأنه سوف يموت بعد 15 يوما، وعندما انقضت هذه المدة مات المريض واستغرب الناس. التحديد لا دليل عليه، ولا غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فالموت بيد الله ولا للطبيب ولا لغيره أن يحدد الأيام، لكن له أن يقول هذا المرض ليس له، لا أعلم له علاجا، هذا المرض خطير أو ما أشبه ذلك لا بأس، أما أن يحدد الوفاة أو يقول أنه لابد أنه يموت في هذا المرض هذا لا يجوز. نعم. تفضل يا أخي عبد المجيد معنا على الخط. تفضل عبد المجيد. عبد المجيد معنا. طيب نعود إذن إلى أسئلة الإخوة والأخوات. شيخ يقول هناك عبارة عندما يوصف الدواء يقولون بأنه قاهر للمرض، هذه العبارة وهذا القول؟ هذه عبارة مبالغة وغلو، لا يقهر المرض إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الدواء سبب للعلاج، إن شاء الله نفع وإن شاء لم ينفع. نعم. الأخت أيضا تقول يا شيخ لي أخت تردد من أولادها إذا اشتكت وهي تشكو دائما بأن نوائب الدهر تسلطت علي أو شدائد الدهر، هل في هذا محظور يا شيخ صالح؟ نعم، لا يجوز التشكي من الدهر أو نسبة المصائب إلى الدهر، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وقال سبحانه وتعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فينسب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى،
ويدعوه أن يصرفها عنه وأن يشفيه من المرض، ولا ينسب هذا إلى الدهر أو المصائب ينسبها إلى الدهر، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. الأخت أسماء تذكر بأنها تدخر رواتبها وهي معلمة في البنك، كيف تقول أخرج الزكاة لهذه الرواتب؟ هل هي كل سنة؟ نعم، تجعل كل سنة تخرج فيه زكاة ما اجتمع وتوفر من الرواتب إلى مثلها من السنة القابلة، وتكون قد أدت الزكاة على الوجه المطلوب والحمد لله، ولا يسعها إلا هذا. نعم. أحسن الله إليكم. فهد من الرياض، تفضل أبو فهد. ألو. تفضل أبو فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ، الله يحفظك. تفضل. الله يمسيك أبو فهد. لو سمحت بس تقصر أبو فهد، عفوا أبو فهد، اقصر التلفزيون شوي. ما مو مشغل طاري التلفزيون. تفضل تفضل. زوجتي الله يحفظك مدرسة وتحفظ الطالبات القرآن والمتون العلمية، فتردد فالترديد نعم، وتقرأ ويقرون وراها ويقولون إن هذا الكلام بدعة، ما هو صحة هذا الكلام الله يحفظك؟ شكرا. ما هو بصحيح، لا بأس بأنها تقرأ الآية ويقرؤون بعدها ولو بصوت واحد لأجل التعليم، ما في هذا بأس إن شاء الله. نعم. وردنا هذا السؤال شيخنا الكريم الشيخ صالح، يقول فيه السائل: ما حكم العلاقة عبر وسائل الاتصال الحديثة في وقتنا الحاضر بين الجنسين، مع العلم بأن النية صالحة وليست سيئة أو خبيثة، وإنما تشاور في بعض الأمور؟ هذا على حسب، هذا على حسب المقاصد وحسب الآثار. إذا كان في هذه الاتصالات فتنة وفيها ويخشى منها شر فإنها تجتنب، أما إذا كان مجرد في أمور مباحة وتشاور في أمور مباحة معاملات أو غير ذلك من غير فتنة فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة. يسأل يا شيخ هذا عن رفع اليدين في دعاء السفر ودخول المنزل وركوب الدابة، هل هو مشروع؟ لا أعرف أنه مشروع، لكن الدعاء عند السفر هذا الله جل وعلا أمر به، قال: لتستووا على ظهوره، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، تقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وفي الحديث: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده. يدعو بهذا الدعاء، ولا أعلم أنه ترفع فيه الأيدي، لأن هذا يحتاج إلى دليل. نعم. نأخذ يحيى من مكة. تفضل أخي يحيى. يحيى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. تفضل. يكتب لك يا أخ عبد الكريم والشيخ الجنة إن شاء الله ووالديكم. تفضل. وعلى المسلمين. تفضل. عندي سؤال يا أخ عبد الكريم للشيخ الله يحفظك. تفضل. أنا من أبها وناوي طول الله عمرك، عندي بنت في مكة. نعم. ناوي طول الله عمرك عندما وصلت عندهم هناك أخذ عمرة، فهل يجوز لي أعتمر من عندهم من البيت وأعتمر أم لا؟ يا أخي، إذا قدمت من أبها تحرم من ميقات أبها، إن جيت من طريق الساحل تحرم من يلملم ميقات أهل اليمن، وإن جيت من طريق الطائف تحرم من السيل، السيل الكبير، أو من وادي محرم ميقات أهل نجد والعراق ونحوهم. نعم. أحسن
يقول السائل عبد الله عسيري: كيف أرد المظالم إلى أهلها وأنا لم أستطع أن أردها؟ إذا لم أستطع أن أردها هل أتصدق بنية رد هذه المظالم؟ إذا كنت تعرف أهلها تستطيع إيصالها لهم فلا بد أن تردها عليهم، ولا تتصدق بها إلا بإذنهم إذا أذنوا لك. أما إذا لم تعرفهم وانقطع خبرهم ولا تدري أين هم، تعذر إنك توصلها إليهم، تصدق بها على نية أن الأجر لهم. نعم، تفضل أخي أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. أقول عندنا مسجد جامع في الحي، ولما نقرأ القرآن يعني بصوت عادي جماعة ينكرون على الشخصي أو يلتفتون يسار ويمين، ليش هذا الصوت الواحد يرفع صوته ويقرأ القرآن؟ وليش يقول تخش المسجد كأنك خاش عزا، يعني ما تقول أنك خاش المسجد تبغى تصلي أو تستنن وتقرأ القرآن؟ ما أدري يعني الأحسن والأفضل الواحد يقرأ بصمت ولا يقرأ بصوت يعني مو عالي مرة لكن صوت يعني طيب. يقرأ القرآن زيه زي واضح السؤال يا أبو فهد، شكرا. نعم، قراءة القرآن فيها فضل عظيم ولا سيما في المسجد، ولكن إذا كان أنه إذا جهر بالقرآن أنه يشوش على الناس، يشوش على الذي يقرؤون في المسجد أو يشوش على المصلين، فإنه لا يجهر الجهر الذي يشوش على الناس. وأما إذا كان ما عندها أحد أو أنه ما يجهر جهر يشوش على من حوله فلا بأس بذلك. نعم، فضيلة الشيخ، هذا السائل بشير يقول: وفقك الله فضيلة شيخنا، هل يعتبر القياس من مصادر التشريع الإسلامي؟ وما هي مصادر القياس؟ مأجورين. القياس عند الجمهور هو الدليل الرابع من أصول الأدلة. الأدلة أصول الأدلة هي الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس الصحيح. القياس الصحيح المبني على علة صحيحة، فهذا لا بأس به، هو من الأدلة، هو من أدلة التشريع عند جمهور أهل العلم. نعم، نأخذ متعب من الرياض. تفضل أخي متعب. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. أنا عندي سؤال، إن أنا أحيانا يعني تجيني كذا أو زي الأوهام، يعني إن الله شكله كذا ولا كذا بدون قصد يعني أخوي. نعم، أعد سؤالك متعب. تجيني كذا أحيانا أوهام يعني شكل الله كذا أو شكله كذا يعني بدون قصد يعني مني، رب الخواطر يعني. إيه تجيني أحيانا تجيني أوهام كذا شكل الله زي كذا أو شكل يعني تجيني أشكال يعني. اي هذه ارفضها، لا تكلم فيها، واستعذ بالله من الشيطان وتذهب عنك ان شاء الله، لا تكلم فيها. نعم، احسن الله اليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا نايف يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في شراء شقة تحت الانشاء لم تخلص بعد، فهل يجوز ان اشتري هذه الشقة جزاكم الله خيرا؟ إذا رأيتها واشتريتها وكملتها أنت فلا بأس بذلك. أما أن تشتريها وهي ما أكملت على أن صاحبها يكملها، هذا بيع شيء مجهول، وقد لا يتمكن من هذا وقد يعترض شيء. اصبر لما تكمل الشقة واشتريها. نعم، محمد يقول: ما السنة للمصلي إذا كان يصلي قاعدا أن يضع يديه على ركبتيه أو على صدره، وقد جاء بعض الأحاديث تدل على مشروعية الوضع على الركبتين، فما هو التوجيه؟ كله جائز، إن وضعهما على ركبتيه على فخذيه، أو وضعهما على صدره في حال القيام، في حال القيام أو يعني في ما يقابل القيام، فلا بأس بذلك، هو مخير. نعم،
يقول أريد من الشيخ صالح حفظه الله ونحن ندعو له أن يقدم نصيحة لأولئك الذين يصلون على الكراسي فضيلة الشيخ، بعضهم يتقدم على الإمام وبعضهم يتأخر، ما التوجيه في هذا الموضوع؟ إذا احتاجوا إلى الصلاة على الكراسي فلا بأس، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن لا تضخم الكراسي تكون كبيرة الحجم بحيث أنها تأخذ من الصف مساحة لا حاجة إليها وتضايق المصلين أيضا، يخفف الكرسي مهما استطاع، هناك كراسي خفيفة ومختصرة يأخذون منها. الملاحظ أنهم يجيبون كراسي كبيرة أو خشب أو هذا لا حاجة إليه ويضايق المصلين. وأما التقدم يحاول أنه يكون بحذاء الصف مهما أمكن. نعم، أحسن الله إليكم. هذه الأخت ورد تسأل عن كفارة اللعن مثل لعن الوالدين أو لعن شخص بعينه كان بينهم خصومة، فما الكفارة في ذلك؟ كفارة أن يستسمح الشخص الذي تكلم في حقه وشتمه، يستسمح يطلب منه المسامحة، وإذا لم يمكن هذا فإنه يدعو له ويثني عليه ويستغفر الله مما حصل منه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل يقول بأنه تقدم لشركة ووقع معهم العقد وبدأوا يصرفون له يا فضيلة الشيخ الراتب مع أنه لم يباشر حتى الآن، هذا يسمونه الاحتيال على السعودة، هذا لا يجوز، هذا أخذ للمال بغير حق، إما أن يشتغل وإلا لا يأخذ شيء، هذا كذب احتيال. نعم، أحسن الله إليكم. هل النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة يشمل الدروس والقارئ بعد فجر الجمعة؟ المقصود بذلك أن يتفرغ الناس لصلاة الجمعة، أما التحلق الذي لا يشغل عن صلاة الجمعة فلا بأس به إن شاء الله. نعم، الأخ عبد الله الحسين أرسل بسؤال يستفسر منكم عنه، يقول ما حكم الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء أو الظهر والعصر لمن كان مسافرا يا شيخ وقد استقر في مكانه ليوم أو يومين؟ إذا كانت الإقامة لا تصل إلى 4 أيام فلا بأس بالقصر، أما الجمع فلا حاجة إليه، يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام في منى أيام التشريق يقصر بلا جمع، يصلي كل صلاة في وقتها. نعم، أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول يا شيخ من أتى الجمعة ودخل مع الإمام والإمام في التشهد هل يعتبر أدرك صلاة الجمعة ويأتي بركعتين أم يصليها ظهرا؟ الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة كما في الحديث، ولكن إذا جاء الإمام قد رفع رأسه من الركعة الثانية يدخل معه بنية الظهر، يدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم يقوم ويأتي ب4 ركعات صلاة الظهر. نعم، تفضل أخي علي من الباحة. علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا علي. يا فضيلة الشيخ نبغى نسأل عن الفرق بين النفس والروح، ورد في القرآن إن الله يتوفى الأنفس حين موتها، ويقول النفس هي الروح يا أخي، فنبغى نسأل الفرق بين النفس والروح، هل يوجد فرق بين النفس والروح؟ طيب استمع الإجابة. شكرا يا أخي. يا أخي يا أخي اسمع الإجابة، الله هديك. لا فرق بين النفس والروح، الروح هي النفس والنفس هي الروح، لا فرق بينهما. نعم، فضيلة الشيخ، الأخت أم رام تقول هل للأم أو أبي أن يتدخلوا في شؤون زوجي وأولادي في حياتنا الزوجية
وما نصيحة الشيخ في هذا الموضوع؟ التدخل للإصلاح هذا شيء طيب، أما التدخل لإفساد الزوجين بعضهما على بعض هذا حرام ولا يجوز، وهذا من تخبيب المرأة على زوجها، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل الأخ عصام شيخ عن الشعر وإنشاده في المسجد أو في حفلات التكريم في آخر العام وبين حفظة القرآن. الشعر النزيه لا بأس بإنشاده من شخص واحد، لا من جماعة يسمون الأناشيد، لا، شخص واحد إذا كان الشعر نزيها ومفيدا ينشد، ينشد عند الرسول صلى الله عليه وسلم، كان حسان رضي الله عنه ينشد عند الرسول في المسجد، لأن شعر حسان للدعوة والرد على المشركين، فإذا كان الشعر في غرض صحيح وغرض مشروع فإنه لا بأس أن ينشده الشخص في الحفل أو في المجلس أو في المسجد يستفيد منه الناس. نعم، نأخذ إبراهيم. تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ. السؤال الأول، السؤال الأول، أنا إذا صليت العشاء أتسنن ركعتين ثم أخر الشفع والوتر، هل يجوز لي أصلي أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات قبل الوتر؟ يجاوب الشيخ، يجاوب الشيخ على السؤال. نعم، هذا أحسن، إذا أنك صليت ما تيسر من قيام الليل ثم ختمته بالوتر هذا أحسن وأتم. نعم، السؤال الثاني إبراهيم. السؤال الثاني يا شيخ، أنا مريض وحين تجيني حالة حرارة جسدي، أنا عندي القلب وهذا يصير يفطر جسمي، هل يجوز لي أن أصلي أجهز مع المغرب والعشاء أو الظهر والعصر؟ إذا احتجت إلى الجمع، المريض له أن يجمع، إذا احتاج إلى الجمع له أن يجمع من أجل المرض. نعم، السؤال الأخير إبراهيم. السؤال الأخير يا شيخ، نحن نغضب وجهي على حاد وهذا، وأريد أتراجع عن الدعاء حدث يا شيخ، هل ماذا الشروط أتراجع عن الدعاء؟ لما دعيت عليه وأنا غضبان أو شيء، هل أما ولد ولا صديق ولا شيء، وأريد أتراجع، ما أريد أتقبل الدعاء هذا. شكرا، عليك بالاستغفار، إذا دعوت على أحد تستغفر ربك وتدعو للشخص بدل أن تدعو عليه، تدعو له. نعم، نعود إلى أسئلة الأخ أبو عبد الله. سأستفسر من فضيلتكم شيخنا الكريم عن حكم تتبع الرخص في المسائل الفقهية. لا يجوز تتبع الرخص التي هي بمعنى أقوال أهل العلم والخلاف، يأخذ اللي يوافق هواه أو يأخذ الأسهل عليه من أقوال أهل العلم، هذا لا يجوز له. من تتبع الرخص تزندق كما يقول أهل العلم. وأما الرخص الشرعية التي رخص الله فيها كقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين في السفر والفطر في رمضان للمريض والمسافر، فهذه رخص شرعية يحب الله أن تفعل كما يكره أن تؤتى معصيته. فالرخص الشرعية التي شرعها الله لعباده تخفيفا عنهم لا بأس بها، بل يؤجر عليها الإنسان. وأما الرخص التي هي بمعنى أقوال أهل العلم الاجتهادية والخلاف، فيأخذ ما قام عليه الدليل، ما تبرأ ذمته إلا بما قام عليه الدليل إن كان يعرف الدليل، لا يأخذ بقول حتى يعرف دليله إن كان عنده أهلية، وإلا يسأل أهل العلم عن هذا القول هل هو يؤخذ بها ولا يؤخذ به. نعم، شكر الله لكم فضيلة شيخنا الكريم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على إجابتكم على أسئلة الإخوة والأخوات في لقاء هذا اليوم الأربعاء. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، استفدنا جميعا الحقيقة من هذه التوجيهات وهذه النصائح،
وهذه الفتاوى والإجابات القيمة المبنية على الكتاب والسنة جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. أشكر جميع الزملاء الذين الحقيقة أخرجوا هذه الحلقة سواء في منزل الشيخ أو معي هنا في الاستوديو. هذا زميلي مخرج هذه الحلقة معجب الدوسري، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.